بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. لقد ذاعت شهرة الإمام البخاري في الآفاق، وصار الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث الشريف، وترقبه طلاب العلم لينهلوا من غزير علمه وفقه. يعني منذ لحظة أنه بيعرف طلاب الحديث الشريف في أي بلد بوصول الإمام البخاري إليها بيتهافتون عليه، بل كان ينادى في البلد اللي بيصل إليها الإمام البخاري بوجوده، يتقال إنه موجود ليقصده طلاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للتحديث وللرواية. ذكر الحافظ ابن حجر في المقدمة وقال قال غنجار في تاريخه. غنجار ده مؤرخ وهو صاحب كتاب تاريخ بخارى، بخارى اللي هي البلد اللي اتولد فيها ونشأ فيها الإمام البخاري. فغنجار صاحب تاريخ بخارى هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان المعروف بغنجار. ذكر بيحكي قصة في كتابه تاريخ بخارى، وبيقول أو ذكر ما سمعه مسندا إلى يوسف ابن موسى المروزي. يقول كنت بجامع البصرة إذ سمعت مناديا ينادي: يا أهل العلم يا أهل العلم، لقد قدم محمد بن إسماعيل البخاري. فقاموا، قام أهل العلم طلبة الحديث كلهم قاموا في طلبه، وهو بيقول وكنت فيهم فرأيت رجلا ليس في لحيته بياض، يعني عايز يقول إنه شاب حديث السن، وكان بيصلي خلف الاسطوانة. وبعدين بيحكي بيقول فلما فرغ، أي فرغ من صلاته، بدأ طلاب العلم من كتر انبهرهم الشديد بالإمام البخاري لصغر سنه وغزارة علمه، فلما فرغ أحدقوا به وسألوه أن يعقد لهم مجلس الإملاء. مجلس الإملاء ده اللي طلبة العلم أو طلبة علم الحديث سألوا الإمام البخاري إنه يعقد لهم هذا المجلس اللي بيسمى مجلس الإملاء. يعني ده كان بيقرأ الشيخ المحدث اللي بيعلم حديث رسول الله أو بيروي حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقرأ الشيخ المحدث من كتابه أو من حفظه، بيقرأ عليهم الحديث سواء من كتابه اللي مدون فيه الحديث أو من حفظه، وبيملي على طلابه الحديث الشريف. وده كان من أوجه عناية أو طريقة من الطرق اللي اعتنى بها العلماء بالسنة النبوية المطهرة، عقد مجالس للإملاء، وده عشان يضبطها طلبة الحديث ضبطها في الكتب بالإضافة إلى ضبطها في محفوظهم في الصدور. وكانت مجالس العلماء للإملاء دي مشهورة جدا ومعروفة جدا عندهم، وكده نشأ يعني بناء على ذلك مصنفات حديثية جديدة خدت التسمية من معنى مجالس الإملاء. أم لا يملي، فجت كتب الأمالي، تناول الحقيقة العلماء ذلك في مؤلفاتهم، ووضعوا حتى لعملية الإملاء لإملاء أو آداب الإملاء عموما، حطوا مجموعة من الآداب بتتعلق بالمملي وبالمملى عليه وطريقة تحرير الإملاء وضبط الكتابة عشان ينضبط الكتاب من التحريف أو من التصحيف. يبقى ده كانت مجالس الإملاء اللي طلبت الحديث الشريف سألوا الإمام البخاري أول ما عرفوا إن وصل البصرة، وتم النداء عليه في جامع البصرة إنه وصل، إنه تهافت عليه طلاب العلم وبالذات علوم الحديث الشريف، وطلبوا منه إنه يقعد وإنه يعمل لهم مجلس إملاء.
نعود إلى ما يرويه لنا يوسف ابن موسى المروزي إن طلاب العلم لما علموا بقدوم البخاري للبصرة زي ما ذكرنا اندفعوا إلى الإمام البخاري يطلبون من البخاري أن يعقد مجلس الإملاء. ده بيصور قبل ما نكمل هذه القصة اللطيفة اللي بتعكس مدى اجتماع أكثر أهل العلم على انضباط الإمام البخاري في منهجه العلمي، وإن طلبة العلم كانوا بيتهافتوا عليه لشهرته في ذلك. وهم لما راحوا للإمام البخاري وطلبوا منه أن يعقد مجلس الإملاء الخاص بالحديث الشريف، أجاب عليهم الإمام البخاري بأنه نعم هيجلس معاهم غدا في موضع كذا الساعة كذا، لأنه كان من عادات مجالس الإملاء في الحديث أنه بيتحدد لها وقت وزمان ومكان عشان يجتمع كل طلاب العلم للكتابة عن الشيخ. وفعلا لما جاء أو لما كان الغد حضر المحدثون والحفاظ والفقهاء، حتى اجتمع يعني زي ما بيقول راوي القصة اجتمع أناس قريب من كذا ألف، أكتر من كذا ألف قاعدين قدام الإمام البخاري. فجلس أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري للإملاء وحدثهم بأحاديث ليست عنده، ما جت لهمش من الطرق بتاعت بلادهم. وحتى بيذكر يوسف ابن موسى راوي هذه القصة قائلا: وأملى على المجلس على هذا النسق، يعني يقول كل حديث روى فلان هذا الحديث عندكم، الرواية اللي عندكم بتقول كذا، فأما رواية فلان فبتقول التي يعني يسوقها الإمام البخاري تقول كذا، وهذه ليست عندكم. وهو حتى أظهر ليهم المنهج بتاعه، يعني حتى في مضمون هذه القصة اللي حاولنا نختصرها إنه بيقول لهم أنا شاب وأتيت إليكم لأعلمكم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم طلبوا كده من الإمام البخاري، فقال لهم أنا حديكم من العلم ما ليس عندكم عشان يبقى فيه إفادة وينشر العلم. وده كمان بيوضح دقة الملاحظة ودقة المنهج عند الإمام البخاري. وتهافت الطلبة على مجالس العلوم أو علوم الحديث اللي كان بيقوم بيها الإمام البخاري يعني تكلم فيها الكثير، وده بيتوافق حتى مع ما ذكره وراقه محمد بن أبي حاتم وراق الإمام البخاري، وكان بيقول كان أهل المعرفة يعدون خلفه ويجروا وراء الإمام البخاري أول ما يشوفوه أو يعرفوا أنه موجود في طلب الحديث، ترى يعني يعلنوا عن هذا في المساجد فينبئوا أو يعلموا جميع البلدة بقدوم الإمام البخاري، تارة أخرى يمشي الإمام البخاري في الطريق فطلبة العلم يشوفوه أو يعرفوه يعدون خلفه في طلب يجروا وراه، وهو ما زال شاب حتى يغلبوه على نفسه يصروا عليه مش هنسيبك إلا لما تعلمنا، ويجلسوه حتى لو أجلسوه مش في المسجد ممكن يجلسوه في بعض الطريق فيجتمع عليه ألوف من الطلبة أكثرهم ممن يكتب عنه. وكان شابا صغيرا وهو يعلم هذا العلم، لذلك كثر أتباعه وكثر مريد الإمام البخاري. حتى ذكر الإمام النووي وهو بيتكلم عن اللي خدوا منه وأسماء المشهورين اللي تلقوا وتتلمذوا على إيديه، وبعدين بيعلق بيقول: وأما الآخذون عن البخاري فأكثر من أن يحصروا، صعب جدا نحصرهم لأن كان بيستمع لي ألوف ألوف من طلبة الحديث. وعشان زمان ما كانش فيه المايكات أو الميكروفونات اللي ربما بتبلغ الصوت، كان بيبقى فيه من ضمن الجلوس مستملي الشيخ اللي بيقول الحديث وبيبقى ليه مواصفات معينة، يستمع إلى الشيخ وبعدين ينقل إلى الصفوف التي لم يبلغها الصوت. وهكذا نظم أهل الحديث طريقة إملاء الحديث ورواية الحديث، وفي نفس الوقت إنه ينتفع بهذه الرواية أكبر قدر من طلبة العلم. وما انتفعش بعلم البخاري بس طلبة الإمام البخاري، بل شملت كمان المنفعة شيوخ الإمام البخاري. وفي قصص كتير في الموضوع ده، كم الأحاديث التي قام بأنه يعل بعضها أو أنه يصحح بعض السند فيه أو أن يتكلم في بعض رجالها، كان بيعمل ده
مع شيوخه وشيوخ الإمام البخاري كانوا يقدرونه ويجلونه، حتى قال الإمام البخاري نفسه: ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به. وده بيدل على أنه انتفع بعلمه مش بس تلامذة الإمام البخاري، وكذا أساتذة وأشياخ الإمام البخاري. وما نتعجبش لما نسمع ده عن الإمام البخاري، لا نتعجب ما يقوله الإمام البخاري، لأنه منفعته كانت عظيمة. لأنه هو من الملاحظ في السيرة الذاتية بتاعته أنه صغير السن وبدأ التعلم وهو صغير السن، فبالتالي بدأ يجلس مجلس التعليم وهو صغير، لأنه بدأ العلم مبكر وهو لا يزال يعني صافي الذهن وتفرغ للعلم، لم ينشغل بغير العلم طيلة حياته. ابتدى العلم من هو صغير جدا، وابتدى الرحلات بتاعته في طلب الحديث وهو صغير جدا. وشفنا رحلاته اللي كانت جنب بخارى في الأقاليم المجاورة، وبعد كده يروح الشام والحجاز ومصر والعراق، سافر قدر طاقته واستطاعته إلى كل الأمصار التي كان فيها أشياخ أجلاء يحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ من علومهم. وهو ابتدى العمل ده من سن صغيرة، فما نتعجبش إن احنا نشوفه إنه يجلس مجلس العلم ومجلس التعليم مبكرا، لأنه تفرغ للعلم لم ينشغل بغير العلم طيلة حياته. فجلس الإمام البخاري للرواية وللتحديث بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال شابا حديث السن. فرحم الله تعالى شيخنا الجليل الفذ الإمام الحافظ الفقيه محمد ابن إسماعيل البخاري. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام. واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أن وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان. مرحبا بجمهورنا العزيز الغالي، ونذكر سريعا بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. اللي عايز يرسل أي سؤال، احنا كده بنجاوب على الأسئلة اللي حضراتكم بتبعتوها تباعا قدر طاقتنا كده كل يوم أربع، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. ناخد من معنا. أستاذ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ أحمد. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله الحمد لله. أحمد من الفيوم، فاكراني؟ يعني صعب يا أستاذ أحمد أتذكر كل السادة المشاهدين، لكن أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل. يعني على طول بتابع حضراتكم. الشرف يا فندم، شرف. سامحنا للتقصير، اتفضل يا فندم، اتفضل بسؤالك. عندي أربعة أسئلة.
اتفضل انا معاك. السؤال الاول، كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكسر من في دعاء من السجود والركوع من سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم. عايز اعرف من حضرتك جوهرة هذا التسبيح. حاضر. السؤال الثاني، اتفضل. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. نعم. ليه سيدنا إبراهيم قال مقيم الصلاة وما قالش مؤديا للصلاة؟ حاضر. السؤال الثالث، تفضل. ما الفرق بين الزوجة والصاحبة والمرأة وكليهما ذكر في القرآن الكريم؟ حاضر. السؤال الرابع، معلش تفضل. أبدا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، نعم، ماذا يقصد ربنا بأثقالها؟ سبحانه. حاضر. جل جلاله. جل جلال الله. شكرا يا أستاذ أحمد، أشكرك على الأسئلة القيمة. شكرا. أستاذ مصطفى. أي السلام عليكم. أهلا وسهلا. معنا أم مصطفى. أي ست أم مصطفى، معذرة. الله يخليك يا دكتورة. معذرة. أهلا وسهلا. كل عام وانت بخير. وحضرتك بألف خير وسلامة. اتفضلي. بقول لحضرتك، أنا كنت عندي حتة أرض 10 100 متر. أخويا قال لي إيه أنا عايزها وكده، فبعتها له واداني 10,000 جنيه. وقال لما تيجي تجوزي بنتك انا هجيب لك الحاجات التقيله. فانا اترضيت بكده وقد مضيت له العقد، وجيت اجوز بنتي قال لي مالكيش حاجه عندي. فانا قطعها دلوقتي، فعليا وزر ولا ايه؟ طب انا هسال سؤال، هي ال 10,000 دي يعني انت كان ينقص لك قد ايه على الحق بتاعك؟ والله احنا ما اشترطناش على سعر، هو قال لي دول اللي معايا دلوقتي. لأمانة ربنا ما اشترطناش على سعر. وبعدين هو كان جات له جلطة كان زعلان وكده، وأنا كنت برضيه يعني وعايزاه يخف. وعايزاه؟ عشان يخف يعني. أيوه. ويفتح وقتها الحتة دي. وقتها. حضرتك دلوقتي مقطعاه ما بتكلميهوش. ما بكلموش بصراحة، وزعلانة منه جامد. طيب حاضر. حاضر يا ست أم مصطفى. معانا أستاذ شعبان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. والله العظيم أنا زدت شرف. الشرف لي يا أخي الفاضل، زادكم الله شرفا وعزة. الله يخليك. أنا أول سؤال عندي فضل. أنا اتزوجت وجبت منها 5 أولاد. إحنا كده المهم سابت لي 3 أطفال صغيرين، بنت 3 سنين وطفل 8 سنين وعيل 10 سنين، وخدت البنتين الكبار وابنالك عندها 15 سنة وشازة عندها 14 سنة. ماشي في ال 14. ماشي. المهم ايه، وجت طبعا يعني طبعا كان لها علاقات كتيرة، والاخر حاجة علاقة اتجوزت عرفي من واحد، ابو واحد ابن واحد كان ماشي معاها. ماشي. هي من كرة. من كرة من الفيوم. ماشي. المهم اتجوزت عرفي ولعب في وقت العده، يعني العده ما كانتش انتهت. ماشي. ومعاه البنتين الكبار، اعمل ايه حضرتك؟ انا حاولت اجيب البنتين الكبار ما عرفتش. صح كده؟ لان عايزين يمشوا في الضياع. ماشي. ما عرفتش هي منعاهم طبعا ولا انت بتقول؟ هي منعاهم طبعا. لكن ده صغيرين يعني، مش حتى هم عليا لغايه ما البنات بيشتموني. صح كده؟ بوظتهم المدارس، انا كنت مهتم بتعليمهم، وكان في واحده زمانها كانت في ثالثه اعدادي، واحده كان في ثانيه اعدادي. صح كده؟ خلي بالك العده لسه ما انتهتش لغايه دلوقتي، العده هتنتهي يوم 27. وانا اتاكدت ان هي اتجوزت عرفي. ماشي. اتاكدت من ناس كثيره. ماشي. فانا اتصرف ازاي حضرتك؟ هي اولا في مكان، هي اولا قاعده في اكتوبر. وانا قاعد في الفيوم، انا معايا 3 أطفال صغيرين. يا دوبك وما معيش حد الا ربنا سبحان الله وتعالى. ربنا يعينك. ماشي. معايا وانا موظف. موظف. صح كده؟ طب انت ما فهمتش السبب يعني مشيانها ايه اساسا؟ يعني كنت بتسمع لها ولا كنت بالعكس؟ انا ما كنتش بخليها تطلع تجيب اي شيء كان من بره، يعني كنت بجيب لها كل شيء ومجاوب لها على كل شيء. صح كده؟ دلوقتي هي شغاله في مغسله في اكتوبر ومتمرمطه اخر مرمطه، وفي نفس الوقت اتجوزت عرفي الراجل ابو ابن الراجل. طيب انت دلوقتي السؤال ان حضرتك بتقول اعمل ايه في الوضع اللي انا فيه؟ ايوه. وخلي بالك اللي اتجوزته ده ابن اخ واحد مأذون. ابن اخ واحد مأذون.
طيب يا أستاذ شعبان، شكرا. أستاذة لمياء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا دكتورة؟ ازيك يا فندم؟ الحمد لله الحمد لله. اتفضلي يا أستاذة لمياء مع سيادتك. دكتورة، أنا جوزي من 3 سنين كده اتجوز عليا، وأنا كنت قاعدة مع والدته، كنت بخدمها وكل حاجة طول النهار كنت قاعدة معاها، وكنت بطلع شقتي بالليل يعني على النوم أنا وولادي، وفجأة اكتشفت إن هو كان متجوز عليا. كان إيه يا فندم؟ اتجوز عليا. وبعدين لما جيت صرحت وكده قلت له أنت، لما شفت التليفونات كان كذا علاقة على التليفون وكده، فراح قال لي أنا اتجوزت وكده وبقالي سنة وقاعد معايا. طبعا ما بيجيلناش خالص. في أولاد يا لمياء؟ معايا 4 أولاد. ما شاء الله. طيب وبعدين السؤال إيه بقى؟ السؤال إن أنا محتاجاه وولاده محتاجينه وهو مش قاعد معانا. ما تكلميه يا لمياء. هو دي سبب المشاكل كلها. إن أنا كل ما أكلمه وأقول له تعالى وولادك محتاجينك وكده ما يجيش، يقول لي طيب، يا إما ما يجيش يا إما بقى يا إما يقلبها بخناقة. وبيصرف يعني ولا ما بيصرفش؟ بيصرف ولا ما بيصرفش يا لمياء؟ بيبعت لنا مصاريف. يعني هي الفكره ان هو مش بيروح، لكن لما كان يعني لو انه جه مثلا بقعد اقول له انت اتجوزت وما اتجوزتش والكلام ده، بنفتح الموضوعات دي؟ لا لا، ولا ما بنفتحش اي موضوع خالص. طيب ما فيش حد أنا من يعني اقعد معانا؟ لا، لما كان بيجي كان بيجي كل يوم واحد في الاسبوع، كنت بقول له احنا عايزينك، يعني هو ده مش عدل ربنا؟ يقول لي لا، هو ده عدل ربنا. وانت من غير سبب أنا يعني؟ انا مش قاعد معاها، انا قاعد عند امي. هو بيقول كده؟ ليه؟ هي موجوده معاكوا في قلب البيت؟ لا، هي مش موجوده، بس والدته موجوده معانا، يعني انا قاعده في نفس البيت اللي فيه والدته. حاضر يا لمياء، شكرا شكرا. امت الله يا امت الله. اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لحضرتك يا دكتور. اهلا اهلا وسهلا. انا من متابعينك والله. ده شرف ليا يا فندم، شرف. انا طالعه عمره ما شاء الله. وانا صممت ان اطلع انا وزوجي، يعني كان ليا ورث من ابويا، بس زوجي الله يهديه يعني دايما عنده علاقات نسائيه ودايما خالط الحلال بالحرام. وبعدين انا معايا منه 3 اولاد. وعاوزه نطلع، كنت عاوزه نطلع عمره رمضان، وربنا يعني يسر الامر ان انا نطلع انا وهو. بس هو ماله مخلوط حلال على حرام. انه ايه؟ انا ماله اختلاط. المال بتاعه، المال بتاعه في حلال وحرام. فانت حبيتي تطلعي من فلوسك انت؟ هو مش راضي، هو عاوز يطلع هو من ماله هو. هو عاوز يطلع من ماله هو. ويطلعني معاه من مال. وانا عارفه ان المال فيه شويه حرمان، بس المال فيه حلال وفيه حرام الاثنين. طيب حاضر، شكرا. معانا هنطلع فاصل. طيب نطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام. الأستاذ أحمد لي أكتر من سؤال، هنجاوب على سؤالين والسؤالين التانيين إن شاء الله في حلقة الرد على الأسئلة. أول سؤال كان بيتكلم عن ذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يردده في ركوعه وسجوده، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهو بيقول يعني جوهرة معنى هذا الدعاء، يعني سبوح قدوس، سبوح يعني ده تنزيه المولى سبحانه وتعالى عن كل ما لا، عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. فهو المبرأ سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل شريك سبحانه وتعالى وعن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وكذلك قدوس أي المطهر
سبحانه وتعالى عما لا يليق بالخالق العظيم، يبقى هي تنزيه للمولى سبحانه وتعالى جل جلال الله. بالنسبة لدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، اللهم أمين. بيقول ليه الآية جاءت بالتعبير عن ربي اجعلني مقيم، ما قالش مؤدي للصلاة. الأداء غير الإقامة، الأداء هي القيام بالصلاة بشروطها وأركانها، أنت بتقوم بالمطلوب. الإقامة هي أنك بتأدي وبتقوم بالأركان وبالشروط وكل حاجة وأنت في قمة الخشوع، فهي تمام الخشوع على قدر الطاقة الإنسانية للمولى سبحانه وتعالى في أدائك الصلاة. مش بتأدي الصلاة وانت لا تشعر بالتسبيح بالقراءة القرآن، بتؤدي الحركات بتؤدى وهدوء عشان تساعد نفسك على هذا الخشوع، تقرأ القرآن وأنت خاشع مستمع لآيات الذكر الحكيم، مسبح منزه للمولى سبحانه وتعالى بكل جوارحك، ده معنى إنك إقامة الصلاة. ودي الصورة المثلى التي يرجوها كل إنسان مؤمن أن يصل إلى قمة الذكر في أدائه للصلاة، قمة الذكر لله تعالى بخشوعه لمولاه أثناء قيامه بأداء أو قيامه بأداء الصلوات. الست أم مصطفى بتقول كان عندها قطعة أرض و 100 متر وهو اداها اخوها 10,000، وبعد كده قال لها بقيه الفلوس هساعدك في جهاز بنتك في الحاجات الثقيله، ولما احتاجت في جهاز بنتها ما ساعدهاش وقال لها انت مالكيش عندي حاجه. بتقول انا مقطعاه، فهل انا اثم على ذلك؟ ما ننويش بالنيه بتاعتنا قطيع، يعني القطيعه بالنيه ده أنا مش هكلمه تاني وأبقى عزمة بقلبي على كده، ده أمر ممنوع. مسألة الأرض ليا بس نقطة دايما نذكر بيها، أي معاملة خلينا بالأوراق والإثبات، لأن مسألة الأرض دي وبيعها وإنك ما خدتيش بقية حقك كان ينبغي التوثيق لضمان الحقوق ورفع النزاع. لما القرآن أمرنا بإن إحنا نكتب وإن إحنا نوثق عشان يوجهنا إلى الدعائم اللي بتأدي إلى السلم المجتمعي، لما بنكتب الحاجة بنوثقها، فلما بنوثقها بنرفع بنبعد نفسنا عن أي نزاع أو أي نوع من أنواع الخلاف. فبالتالي كان ده ينبغي أنه يحصل، فده ما حصلش. طيب الأمر هنا مرده إما للقاضي أو التراضي، إن أنا برفع الأمر لجهة القضاء أو بتراضى مع أخويا ده على أي صفة كانت يا صاحبة السؤال. فأرجو إن حضرتك لا مانع إنك توصليه، هو أنت مقطعالة اوصليه عادي، وكل مرة توصليه قولي له أذكرك أصلك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبي وأصلك وأذكرك بحق الذي عندك، لكن أنا لازم أسأل عنك وأطمن عليك لأنك أنت أخويا، وأذكرك بحق الذي عندك وأسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله لنا ولكم السلامة. الأستاذ شعبان كان متزوج وبعد كده عنده أولاد، والزوجة بعد الطلاق مشت وخدت البنتين الكبار، فهو بيقول إن هي اتجوزت قبل انقضاء العدة، وإنه هو مقيم في الفيوم وهي مقيمة في مكان آخر، وبعدين إن هي كانت ليها علاقات متعددة. بص يا أستاذ شعبان، المسائل اللي زي دي معلش، هو كل واحد بيبقى عنده معلومات واصله له بصفه وبصوره معينه، فده في النهايه بيبقى امر نزاعي بالنسبه لي انا، مرده للقاضي، ولازم يبقى فيه شهاده شهود على الكلام اللي حضرتك تفضلت بيه، وكل اللي حضرتك بتقوله لابد عليه من دليل، عشان احنا مش جهه تحقيق عشان نحكم عليها انها قبل انقضاء العده وقبل تحريها لانقضاء عدتها تزوجت باخر في وقت العده وراحت تتجوز عرفي عشان لها اغراض كذا وكذا. كل هذه الامور لا ترقى الى ان تصير حجه عليها الا بالدليل. اللي انا بشوفه دلوقتي دي صفحه وانقضت في حياه حضرتك،
فانت تبتدي بس تحاول تشوف بناتك دول عشان ما يضيعوش، اذا انت شايف فعلا ان هم في مرحله سايبتهم التعليم، وده شيء احنا مش معاه طبعا مطلقا وابدا. احنا مع ان الفتيات تاخذ القدر الكافي الكامل من التعليم، لان ده شيء مهم، لانه مترتب عليهم بناء امه باسرها، فان لم يكن من اهل العلم فازاي هيطلعوا جيل بيحب العلم ومرتبط بيه ويبقى فيه ترقب لبناء حضارات متجدده ومتتاليه. فبالتالي احنا عايزين ان هي دول يكملوا تعليمهم، فانت تجاهد قدر طاقتك، ترجع بقى تسال قانوني ثقه ازاي التصرف في الوضع اللي انا فيه عشان اقدر اشوف اولادي دول او اخدهم. الاولاد التانيين بقى تبتدي تشوف حد، اما تتزوج بامراه طيبه تسال عنها وعن اصلها وفصلها كويس جدا، وتقبل حضرتك بالوضع الذي عليه، تعينك على امر الحياه وتعينك على تربيه هؤلاء الاولاد اللي مع حضرتك يا اخي الفاضل. الأستاذة لمياء بتتكلم إن زوجها تزوج عليها وهي كانت مقيمة مع والدته بتخدم والدته، وفجأة إنه تزوج عليها بامرأة أخرى وعندها 4 أولاد. والسؤال بتقول إحنا محتاجينه أنا وولاده وهو مش راضي يعني يجي. الأمر اللي زي كده يعني أنا دايما بحب إن إحنا قبل موضوع إن أنا الزوجة تقعد عند الحما او ان يبقى صفه الحياه بشكل معين نتفق على الكلام ده كله قبل الزواج قدر الطاقه، عشان بعد كده احمل انا الزوجه الوالده واحمل الزوجه تربيه الاولاد، وبعدين اروح انا اسيبهم واتجوز بقى ما هي مش فاضيه له دلوقتي. يبقى الامور واضحه عشان ما نضيعش اسر. هي النهارده ولا هتقدر تخدم والدتك بالصوره الكافيه، ولا هتقدر تقوم بخدمه هؤلاء الـ4 أولاد لوحدها، لان هي مثقله. فأنا شايفة لابد من توسيط العقلاء والكبراء، الناس اللي بتخش تحل المشاكل، لأنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فما ينفعش إن احنا نرمي المسؤوليات. الحديث ده بيضع على كل إنسان مسؤول تبعات المسؤولية اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفه بإنه يشيلها وإنه يحملها. أرمي أنا ولادي كده؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وكفى بالمرء إثما في رواية أخرى أن يضيع من يقوت. فجمع نص الروايتين يقوت ويعول، إنك ضيعتهم نفسيا وأدبيا وضيعتهم من الجهة المادية كذلك. أنت بتدي فلوس لكن الناحية المعنوية مش موجودة، أنت بتعولهم، لازم تخلي بالك منهم، بيتكلموا مين، مصاحبين مين، لبسهم ازاي، شكلهم ازاي، تعاملاتهم ازاي مع جدتهم، مع والدتهم، معاك، مع اصحابهم، مع قرايبهم. ما هو انا مش بتجوز وارمي العيال للست واطلع اجري، انا اروح اتجوز، في مسؤوليات اسال عنها يوم القيامه. اذا انا مش قد الزيجه الاخرى التي تجعلني اقصر في حق مش الزوجه فقط، الزوجه والاولاد اللي تحت ايديها. يأسم الإنسان لو قصر في العدل بين زوجاته، ويأسم اسم شديد لو قصر في رعاية أبنائه. يبعث يوم القيامة وشقه مائل لعدم عدله بين الزوجتين، ويبعث يوم القيامة يسأل عن هؤلاء الأولاد الأربع الذين قصر في حقوقهم. حتى لو إن الزوجة قصرت لأي سبب في مسؤوليات، هي هتسأل. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، هي هتسأل وانت هتسأل، وكل واحد في مكانه مكلف بمسؤولية هيسأل. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، نسأل الله السلامة. لابد تشوفي حد يعملوا مجلس عيلة، الناس الطيبين اللي بتعمل صلح في مجالس عرفية، نقعد نشوف ايه اللي مخليه طفشان، ان شاء الله حتى يجيبوه يوم او يومين، وبعد كده ان شاء الله رويدا رويدا يعدل بينكما صاحبة السؤال. ست أمة الله طلع عمره، وهي بتقول إن هي ورثت مبلغ، كانت عايزة مصممة إن زوجها يطلع العمره معاه، فبتقول إن ماله مختلط، يعني في اختلاط بين الحلال والحرام وليه علاقات وكده، فهي عايزة تطلع من مالها هي، مش عايزة تطلع من المال بتاعه اللي فيه شبهة اختلاط الحلال بالحرام. لو كان المال ده صاحبة السؤال خالص في إنه حرام، كله حرام، فلا يجوز.
إن الله طيب كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فلابد أن الإنسان، أنا هطلع أأدي العمرة لابد أن تكون من مال طيب حلال عشان أؤجر على ذلك ويكون الأمر مقبول مني. ده لو إن المال كله حرام يبقى كده. طيب لا، هو المال بتاعه فيه وفيه، فالحرام مش متعين في المال بتاعه، يعني اختلط الحلال بالحرام والحرام غير معين غير متعين فيه. يجوز في الحالة دي ان حضرتك تطلعي معاه وتقبلي انك تطلعي معاه العمرة، والاسم في الحالة دي على الزوج اذا كان الامر كما اخبرتي صاحبة السؤال، وزي ما دايما بنقول العهدة على راوي السؤال. وعلى كل حال نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان ولبنان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.